مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا ماما. ألف مبروك يا دنايا. مبروك يا حبيبتي. ايه ده مالك؟ مش شكلك مش مريحني دبلانة كده ليه؟ لا عادي ولا حاجة. ايه؟ دبلانة ازاي بقى؟ ده صابرين حبيبة قلبي ضحكتها كانت مسمعة الشوارع اللي حوالينا كلها قبل ما حضراتكم تشرف. لا عادي، ما هي معروفة أول ما بتبدأ بضحك يبقى لازم تنتهي بغم. عسل حماتي. عسل أسود يا جوز بنتي. طمنيني عملتوا ايه؟ ما عملناش حاجة. يا نسبتي؟ ايه؟ ايه يا نسبتي؟ ولا حاجة ازاي؟ لا ايه نسبتي دي في ايه يا ابني؟ لا 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 مفيش حاجة ولا حاجة ازاي بقى؟ ده احنا ما سبناش حاجة ما عملناهاش صابرين حبيبتي ما قصدها ما سبناش حاجة ما عملناهاش. يا سلام كده طمنت قلبي يا حبيبي. علمتها رماية الطبنجة 9 مللي؟ علمتها ازاي تقبض على مجرمين؟ علمتها ركوب الخيل، ركوب الخيل ده احنا كنا دلوقتي قبل ما انتوا تشرفوا كنا احنا هنا رهوان، ده احنا وقفنا بس لما حضراتكم شرفتوا خدنا بريك. احنا اصلا في بريك من امبارح. ايه؟ بتهزر صابرين حبيبتي بتهزر. هو في ايه؟ هي البنت كل ما تيجي تقول كلمة تنط ببقها وتسكتها ليه؟ وما بينا يا صابرين يا حبيبتي علشان انا عايزه اعرف ايه اللي حصل، اصل فار بدا يلعب في عبي وعايزه اطمن بقى. بلاش لسان الفار ينط على هنا. كلمني، هو في ايه؟ حصل حاجه؟ ما هو الحكايه انه ما حصلش اي حاجه. يا نهار اسود، وحشه. ما حصلش اي حاجه وحشه. كده طمنت قلبي حبيبي.